فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمحتفظ باللقطة أن يطلب من صاحبها جعلا ثمنا؟ لا ما يطلب منه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من وجد مالا في صالة، يسمون أحفاظه عند الناس، يسمون أحفاظه، عطنا أحفاظه، ما يجوز. إن كان راعيها هو من نفسه أعطاك شيء في مانع، أما أنك أن تطلب منه شيء أو تلزمه بشيء، هذا لا يجوز. نعم.